في مجلس جديد والمجلس الأخير من مجالس العلم في قسم اللغة العربية، والتي استمرت معكم طيلة هذا الموسم الثالث من مجالس العلم التي تذاع عبر شاشة قناة الندى الفضائية. لازلت أذكر المشاهدين الكرام ومتابعينا ممن يتابعون مجالس العلم بأن جميع الحلقات موجودة بإذن الله سبحانه وتعالى على موقع يوتيوب، لنحاول أن نتابعها من البداية للنهاية في هذا القسم، قسم مجالس اللغة العربية في شرح متن الأزهرية للشيخ خالد الأزهري. وسعدنا وشرفنا في الحقيقة طيلة هذه المجالس بضيف كريم عالم متخصص في مجاله في اللغة العربية، الأستاذ الدكتور تامر أنيس، عضو هيئة التدريس بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. مرحبا دكتور تامر. مرحبا بك يا أخي الكريم. الله يحفظك. كم حقيقة بلغة تعلم وتعلم من يعني. أسأل الله أن يتقبل منك وأن يجعل هذا العمل خالصا في ميزان حسناتك. خالص وجه الله الكريم. اللهم. مشاهدين الكرام، انتهينا في الحلقة الماضية أو في المجلس الماضي أو بدأنا في متن الأزهرية في باب ذكر الجمل التي لا محل لها من الإعراب والجمل التي لها محل من الإعراب. قال المصنف رحمه الله: الجمل التي لا محل لها من الإعراب سبع. الأولى الابتدائية نحو إنا أنزلناه، والثانية الصلة نحو الحمد لله أنزل على عبده الكتاب. فجملة أنزل صلة الذي بإذن الله. قال المصنف رحمه الله: الثالثة المعترضة بين شيئين متلازمين نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فجملة ولن تفعلوا معترضة بين جملة الشرط وجوابه. نعم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين. آمين. الثالثة المعترضة. الجملة المعترضة هي جملة واقعة بين شيئين متلازمين، وهذان الشيئان المتلازمان قد يكون مفردين، وقد يكون مفردا وجملة، وقد يكون جملتين. مثل رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فأنا عندي إن لم تفعلوا هذه جملة الشرط، وجواب الشرط فاتقوا النار. فبين هاتين الجملتين المتلازمتين وقع الاعتراض بقوله تعالى: ولن تفعلوا. نعم. ومن أمثلة الجملة الاعتراضية أيضا قول الشاعر: إن الثمانين وبلغتها. نعم. قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. فإن الثمانين إن واسمها ثم. نعم. الخبر قد أحوجت سمعي. نعم. الخبر هذه الجملة، فوقع بين المفرد اللي هو الثمانين وبين الجملة وهي قد أحوج السمعي الاعتراض بالجملة الدعائية وبلغها، يعني يدعو للسامع أن يبلغ الثمانين، إن الثمانين وبلغها قد أحوج السمعي. ونحن نقول مثلا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فجملة صلى الله عليه وسلم هذه جملة دعائية لا محل لها من الإعراب. تفضل. نعم. قال رحمه الله: الرابعة المفسرة لغير ضمير الشأن نحو كمثل آدم خلقه من تراب. نعم. الجملة المفسرة لغير ضمير الشأن. الجملة إذا جاءت لتفسير يعني كلمة أو جملة أخرى فإنها تكون لا محل لها من الإعراب. نقول: هذه جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. يقول الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فجملة خلقه من تراب هي تفسير للمثل، تفسير للمثل. نعم. ووجه التمثيل هنا أنهما خلق على غير النسق الذي خلق عليه بقية جنسهما. نعم. فجملة خلقه من تراب تفسيرية لا محل لها من الإعراب. كذلك إذا قلت مثلا: زيدا ضربته. تمام. في قول الله عز وجل: إذا السماء انشقت. نعم. جملة انشقت هذه
جملة تفسيرية فسرت الجملة المحذوفة، لأن أصل التقدير إذا انشقت السماء انشقت، فجملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. وفي المثال الذي ذكرته زيدا ضربته، نقول جملة ضربتها هذه جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب، والأصل ضربت زيدا ضربته، فهذه جملة تفسيرية. طيب قال الجملة المفسرة لغير ضمير الشأن، نعم، لأن الجملة التي تقع بعد ضمير الشأن وتفسره تكون خبرا عنه، كما في قوله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار، نعم، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فجملة لا تعمى الأبصار خبر عن ضمير الشأن اللي هو اسم إن، ها. وكذلك في قوله عز وجل قل هو الله أحد، على توجيه الآية على أن هو ضمير الشأن، ولفظ والجملة الاسمية بعده مفسرة له، فهذه الجملة في محل رفع خبر، أما المفسرة لغير ضمير الشأن فتكون لا محل لها من الإعراب. تمام. قال الخامسة الواقعة جوابا للقسم نحو حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه إلى آخر الآية الكريمة. تمام. يبقى إذن جملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب. وجواب القسم هنا قوله تعالى إنا أنزلناه. طبعا القسم هو والكتاب، حرف جر للقسم والكتاب مقسم به، وهذه جملة القسم، وجواب القسم إنا أنزلناه. فهذه الجملة لا محل لها من الإعراب. قال السادسة الواقعة جوابا لشرط غير جازم مطلقا أو جوابا لشرط جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية، مثال الأولى نحو إذا جاء زيد أكرمته. تمام. نعم. هنا يقول الجملة السادسة الواقعة جوابا لشرط غير جازم. نعم. إذا كانت أداة الشرط غير جازمة فإن جواب الشرط يعني يكون جملة لا محل لها من الإعراب. نعم. وهذه الجملة قد تقترن برابط اللي هو الفاء أو إذا الفجائية، وقد تأتي بدون رابط. نعم. ومثل لنا بقوله إذا جاء زيد أكرمته. نعم. إذا جاء زيد أكرمته. طيب أكرمته هذه جملة جواب الشرط. نعم. وإذا أداة شرط غير جازمة فهذه الجملة لا محل لها من الإعراب. نعم. لا محل لها من الإعراب. وكذلك لو اقترنت بالفاء فقلت إذا جاء زيد فأكرمه. نعم. كما في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح فسبح. نعم. فسبح. نعم. يبقى إذا جاء فسبح. نعم. فالجواب هنا مقترن بالفاء، أيضا جملة لا محل لها من الإعراب لأن أداة الشرط غير جازمة. نعم. قال أو جوابا لأداة شرط جازمة وهو غير مقترن برابط، غير مقترن. نعم. بالفاء. نعم. يعني إذا قلت مثلا إن زرتني أكرمتك. نعم. إن زرتني أكرمتك، فإن هذه أداة شرط جازمة. نعم. طيب أين فعل الشرط أو أين جملة الشرط زرتني، أين جملة الجواب أكرمتك؟ جملة الجواب هنا لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لأنها وإن كان الشرط جازما فهي غير مقترنة بالفاء. الجملة هنا لا محل لها من الإعراب. نعم. الفعل وحده له محل من الإعراب. نعم. يعني الفعل أكرم هذا فعل ماضي مبني في محل جزم جواب الشرط. نعم. لكن الفعل مع الفاعل اللي هو الجملة لا محل لها من الإعراب. نعم. فإن اقترنت بالفاء فإنها تكون في محل جزم كما سيأتي في الجمل التي لها محل من الإعراب. نعم. يعني لو قلت إن زرتني فسأكرمك أو فسوف أكرمك. نعم. أو فلن ترى إلا خيرا، اقترنت بالفاء فحينئذ هي جملة في محل جزم. نعم. تمام. يبقى إذن الجملة الواقعة جوابا للشرط. نعم. إن كانت أداة الشرط غير جازمة فالجملة لا محل لها من الإعراب على أي حال. نعم. وإن كانت أداة الشرط جازمة فإن كانت الجملة غير مقترنة بالفاء أو إذا الفجائية فهي لا محل لها من الإعراب. نعم. أيضا وإن كانت مقترنة بالفاء أو إذا الفجائية فهي في محل جزم. تفضل. تمام. قال السابعة التابعة لما محل له نحو قام زيد لما لا محل له. نعم. تمام. نحو قام زيد وقعد عمرو. يبقى إذا كانت الجملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب أو. نعم. بدلا من جملة لا محل لها من الإعراب
أو توكيدا مثلا لفظيا لجملة لا محل من الإعراب، فهي أيضا جملة لا محل لها من الإعراب. نعم. فالجملة التابعة لجملة لا محل لها من الإعراب لا محل لها من الإعراب. تمام. هنا يبدأ رحمه الله في الجمل التي لها محل من الإعراب. يقول المصنف رحمه الله: والجمل التي لها محل من الإعراب سبع أيضا. الأولى: الواقعة خبر المبتدأ، نحو زيد أبوه منطلق. تمام. الجملة الأولى من الجمل التي لها محل من الإعراب: الواقعة خبرا لمبتدأ. نعم. حق الخبر أن يكون مفردا، زيد قائم، ولكن يمكن أن تقع الجملة موقع المفرد. نعم. فتكون في محل رفع لأنها خبر، الخبر مرفوع. نعم. فما يقع محله يكون في محل رفع. فمثل ذلك بقوله زيد أبوه منطلق. نعم. فزيد مبتدأ، أبوه مبتدأ ثاني، ومنطلق خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره. نعم. خبر عن المبتدأ الأول في محل رفع. فهذه جملة لها محل من الإعراب. نعم. الجملة الأولى خبر. طيب. قال الثانية: الواقعة حالا، نحو جاء زيد والشمس طالعة. نعم. الثانية الواقعة حالا، أيضا الحال كالخبر. نعم. الأصل فيه أن يكون مفردا، ولكن الجملة قد تقع موقع المفرد، وحينئذ تكون في محل نصب حالا من مما قبلها. ومثل. نعم. لذلك بقوله جاء زيد والشمس طالعة. نعم. الواو هنا تسمى واو الحال، ليست عاطفة، وإنما هي واو الحال. نعم. واو حالية. الشمس مبتدأ وطالعة خبره، والجملة الاسمية في محل نصب حال من زيد. نعم. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: إن أكله الذئب ونحن عصبة. نعم. فجملة ونحن عصبة جملة حالية، ويعني تكون في محل نصب. نعم. في محل نصب. يبقى إذن عندنا جملة الخبر وجملة الحال. نعم. الثالثة: الواقعة مفعولا للقول، نحو قال إني عبد الله. نعم. الفعل قال إذا جاء بعده جملة محكية به. نعم. فهذه الجملة تسمى مقول القول، ومقول القول في حقيقة الأمر هو مفعول به للفعل قال. مقول القول. مقول. نعم. القول، يعني جملة مقول القول هذه مفعول. نعم. به للفعل قال. قال إني عبد الله آتاني الكتاب. فإني عبد الله هذه الجملة مفعول به في محل نصب. نعم. في محل نصب. تمام. قال الرابعة: المضاف إليها، نحو إذا جاء نصر الله. المضاف إليها يعني أسماء الزمان وأسماء المكان قد تضاف إلى الجملة. كما في هذا المثال: إذا جاء نصر الله والفتح. نعم. فإذا هذا ظرف زمان، وجملة جاء نصر الله مضاف إليه. نعم. في محل جر، يعني إذا مضاف، وهذه الجملة مضاف إليه. وكذلك مثلا في قول الله عز وجل: الله أعلم. نعم. حيث يجعل رسالته. فحيث هذا ظرف مكان، والجملة بعده مضاف إليه، حيث مضاف، وجملة يجعل رسالته مضاف إليه. نعم. تمام. قال هذا يوم ينفع. نعم. الصادقين صدقهم. نعم. يوم هذا ظرف مضاف، وجملة ينفع الصادقين صدقهم هذه في محل جر مضاف إليه. نعم. وهكذا. فإذا الجملة قد تقع مضافا إليه فتكون في محل جر. نعم. قال رحمه الله: الخامسة: الواقعة جوابا لشرط جازم إذا كانت مقترنة بالفاء أو بإذا الفجائية. مثال الأولى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ومثال الثانية: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. تمام. نعم. ذكرنا منذ قليل أن الجملة الواقعة جوابا للشرط إن كانت أداة الشرط غير جازمة فالجملة لا محل لها من الإعراب. نعم. مباشرة. وإن كانت أداة الشرط جازمة، فإن كانت الجملة الواقعة جوابا هذه مقترنة بالفاء أو بإذا الفجائية فهي في محل جزم جواب الشرط. وإن كانت غير مقترنة فالجملة لا محل لها من الإعراب. هنا يتكلم عن المقترنة التي لها محل من الإعراب تكون في محل جزم جواب الشرط. ومثل لذلك بقوله عز وجل: وما تفعل من خير فإن الله به عليم. فإنما هذه اسم شرط، وفعل الشرط هو تفعله، فعل الشرط مجزوم
وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. نعم. وجواب الشرط هو جملة فإن الله به عليم. نعم. نعرب هذه الجملة إعرابا تفصيليا، نقول الفاء هذا حرف رابط مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن حرف الناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الله لفظ الجلالة اسم اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وعليم خبر إن مرفوع وبه جار ومجرور متعلقان بعليم. ثم نقول هذه الجملة في محل جزم. نعم. جواب الشرط. نعم. تمام، يبقى لها محل من الإعراب. ومثال الثانية قال وإن تصبهم سيئة، الثانية يعني المقترنة بإذا الفجائية. إذا الفجائية نعم. لأنها تكون رابطة مكان الفاء. نعم. إذا هم يقنطون، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. نعم. تمام. قال السادسة التابعة لمفرد النحو من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. نعم. الجملة التابعة لمفرد هي في الغالب تكون نعتا لهذا المفرد. نعم. فتعرب بحسب إعراب هذا المفرد. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، كلمة يوم هنا مرفوعة لأنها فاعل. نعم. فجملة لا بيع فيه نقول إنها في محل رفع. نعم. يبقى لها محل من الإعراب في محل رفع، نعت ليوم. نعت ليوم. ليوم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. لا ريب فيه. نعم. يوم هنا مجرور، فنقول إن جملة لا ريب فيه في محل جر نعت ليوم. نعم. نعم. تمام. تمام. قال السابعة التابعة لجملة لها محل من الإعراب نحو زيد قام أبوه وقعد أخوه، والضابط في الأغلب أن كل جملة وقعت موقع المفرد لها محل من الإعراب، وكل جملة لا تقع موقع المفرد لا محل لها من الإعراب. تمام. يبقى رقم 7 النوع السابع من أنواع الجمل التي لها محل من الإعراب الجملة التابعة لجملة لها محل من الإعراب. نعم. فلو كانت جملة تابعة لجملة خبر معطوفة على جملة خبر فهي في محل رفع مثلها. لو كانت معطوفة على جملة حال فهي في محل نصب. لو معطوفة على جملة نعت فهي مثلها تأخذ محلها الإعرابي وهكذا. ومثل بقوله زيد قام أبوه وقعد أخوه، فزيد مبتدأ مرفوع وقام فعل ماض وأبوه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة، وأبوه أبو هذا مضاف والهاء مضاف إليه. والجملة اللي هي قام أبوه في محل رفع خبر عن زيد، الواو حرف عطف وقعد، الواو حرف عطف، قعد فعل ماض وأخوه فاعل على التفصيل المذكور، والجملة جملة قعد أخوه معطوفة على جملة قام أبوه في محل رفع. نعم. فهذا معنى أن الجملة المعطوفة على جملة لها محل يكون لها محل. ثم أعطانا ضابطا عاما. نعم. فقال الضابط في الأغلب، وسنشرح لماذا قال في الأغلب. الضابط في الأغلب أن كل جملة وقعت موقع المفرد فهي فلها محل من الإعراب. سنلاحظ أن الجمل التي لها محل من الإعراب جملة الخبر الأصل في الخبر أن يكون مفردا، جملة الحال الأصل في أن يكون مفردا، جملة المفعول به الأصل في أن يكون مفردا، جملة المضاف إليه الأصل أن يكون اسما. نعم. يعني مفردا. الجملة اللي هي الواقعة احنا قلنا الخبر والحال الجملة اللي هي نعت، جملة النعت أيضا الأصل في النعت أن يكون للتابعة لمفرد، يعني عبر عنها بالتابعة لمفرد أصل فيها أن يكون مفردا وهكذا. بقي معنا شيء واحد. نعم. اللي هي الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم. جوابا لشرط جازم. وهي نعم. مقترنة بالفاء أو إذا الفجائي. هذه الجملة لها محل من الإعراب. نعم. مع أنها ليست واقعة موقع مفرد. نعم. ليست واقعة موقع مفرد، ولذلك قال الضابط في الأغلب، لأن هذه الجملة هذا النوع من الجمل له محل من الإعراب وإن لم يكن واقعا موقع الايه نعم. المفرد. تمام. نعم. تمام. ينتقل المصنف رحمه الله هنا إلى الحديث حول حكم الجمل بعد المعارف والنكرات. يقول المصنف رحمه الله إذا وقعت الجملة بعد معرفة محضة فهي حال، فيها حال من تلك المعرفة نحو وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وإذا وقعت بعد نكرة محضة فهي نعت لتلك النكرة نحو ليوم لا ريب فيه. تمام. نعم.
المعرفة والنكرة. نحن تكلمنا من قبل عن المعارف والنكرات ويعني ذكرنا بالتفصيل أنواع المعارف. النحاة ينظرون إلى معنى التعريف والتنكير وعلاقة الألفاظ التي تدل على هذين المعنيين، فيقولون إن من الألفاظ ما هو معرفة محضة، يعني معرفة خالصة من شائبة التنكير، نعم، ليس فيها أي شائبة للتنكير أو أي إشارة أو أي معنى للتنكير، ليس للتنكير حظ فيها، نعم، ونكرة محضة ليس للتعريف حظ فيها، نعم. وهناك ألفاظ ظاهرها أنها معرفة لكن فيها شيء من معنى التنكير، أو ظاهرها أنها نكرة لكنها أخذت شيئا أو حظا من التعريف، نعم. هذه الألفاظ البينية التي تقع بين المعرفة المحضة ونكرة المحضة هي المعرف بآل الجنسية، هو في اللفظ معرفة، نعم. إذا قلت مثلا الرجل، الرجل، وأردت به جنس الرجال ليس رجلا معينا، فهذا اللفظ من جهة الظاهر هو معرف معرفة، نعم. معرف بآل، ويأخذ أحكام المعرفة اللفظية، ولكن لأنه يراد به الجنس، والجنس شائع يعني في أفراده، ففيه شيء من معنى التنكير، نعم، أخذ حظا من التنكير. والنكرة إذا قلت رجل هذه نكرة محضة، نعم، لكن إذا خصصت هذه النكرة وقلت مثلا رجل كريم، أو خصصتها بالإضافة فقلت مثلا رجل البر، نعم، عفوا رجل بر، فإذا خصصتها بوصف أو بإضافة فإنها تقترب من التعريف، تأخذ مسحة من التعريف، نعم. إذن هناك معرفة محضة وهناك نكرة محضة وهناك شيء يقع بينهما، نعم. معرفة غير محضة أو نكرة غير محضة، نعم. تمام؟ فيقول هنا إذا كانت الكلمة معرفة ووقعت بعدها جملة متعلقة بها مرتبطة بها، نعم، تخصصها، تمام؟ فهذه الجملة تكون حالا، يبقى الجمل بعد المعارف يعني المحضة هذه أحوال، نعم. جاء زيد يركب دراجته، نعم، فجملة يركب دراجته حال من زيد لأن زيد هذا معرفة محضة، نعم، واضح؟ وإذا وقعت بعد نكرة محضة فالجملة نعت لها، جاء رجل يركب دراجته، نعم، لأن رجل هذه نكرة محضة ليس فيها حظ من التعريف، لم تخصص بوصف ولا بإضافة، نعم. فجملة يركب دراجته نعت لرجل في محل رفع. وإذا وقعت بين غير المحض منهما، يعني بعد معرفة غير محضة لأن المعرب بآل الجنسية، نعم، أو نكرة غير محضة اللي هي مخصصة بوصف أو بإضافة، فحينئذ هذه الجملة تحتمل أن تكون نعتا وتحتمل أن تكون حالا، نعم. مثل لنا فقال وجاءوا أباهم عشاء يبكون، نعم، فجملة يبكون حال من واو الجماعة في جاءوا، لأن واو الجماعة معرفة محضة، نعم، معرفة محضة. وليوم لا ريب فيه، إنك جامع الناس ليوم لا ريب، لا ريب فيه، نعم، فجملة لا ريب فيه نعت ليوم فقط لأن يوم نكرة محضة، نكرة محضة، نعم. ثم بعد ذلك سيذكر الحالة البينية التي تكون فيها المعرفة غير محضة أو النكرة غير محضة، فقال إذا وقعت، نعم، قال رحمه الله وإذا وقعت بعدما يحتمل التعريف والتنكير احتملت الحالية والوصفية نحو كمثل الحمار يحمل أسفارا، وحكم الظروف يعني، نعم، دعنا نتوقف عند، نعم، هذا المثال. يقول الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، نعم. فالحمار هنا ليس المراد به حمارا معينا، نعم، وإنما المراد به جنس الحمير، واضح؟ فلأن الألف الحمار للجنس فشابه معنى التنكير، نعم، شابه شيء من التنكير، فجملة يحمل أسفارا عندما تعربها يجوز لك أن تقول تنظر إلى التعريف في الحمار وتقول جملة وقعت بعد معرفة فهي حال، نعم، فتعربها في محل نصب حال، ويجوز لك أن تنظر إلى جانب التنكير تقول إن المراد هنا يعني جنس الحمير وليس المراد حمارا معينا، نعم، فتقول هذه الجملة نعت، يبقى لك أن تقول إنها حال ولك أن تقول إنها نعم، 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 تمام. قال وحكم الظروف والمجرورات كحكم الجمل الخبرية، فبعد المعارف المحضة أحوال نحو
جاء زيد على الفرس أو فوق الناقة. وبعد النكرات المحضة صفات نحو مررت برجل في داره أو تحت السقف. يبقى الظروف والجار والمجرور هذه تسمى أشبه الجمل. الظرف أو الجار والمجرور تسمى شبه الجملة. إذا وقعت شبه الجملة بعد معرفة محضة وكانت مرتبطة في المعنى بهذه المعرفة فهي حال. في محل نصب حال. وإذا كانت بعد نكرة محضة فهي نعت. وإذا كانت بعد غير المحضي فتحتمل أن تكون حالا أو نعت. والأمثلة واضحة، يعني جاء زيد على الفرس فعلى الفرس حال. جاء زيد فوق الناقة فوق الناقة حال. مثلا مررت برجل في داره هذه نعت. في داره شبه الجملة هنا نعت. مررت برجل تحت السقف شبه الجملة في محل جر نعت لرجل. تمام. وبعد قال وبعد ما يحتمل التعريف والتنكير يحتملان الحالية والوصفية نحو يعجبني الثمر على أغصانه أو فوق الشجر. يعني بعد ما يحتمل التعريف والتنكير اللي هو المعرفة غير المحضة أو النكرة غير المحضة كما قلنا يحتملان الحالية والوصفية. فإذا قلت يعجبني الثمر أنت هنا لا تعني ثمرا معينا إنما تعني جنس الثمر، يعني أي ثمر. جنس الثمر على أغصانه، يبقى شبه الجملة على أغصانه يجوز لك أن تقول والله هذه في محل نصب حال من الثمر. لأنه معرفة. ويجوز أن تقول لك أن تقول لا هذه في محل رفع نعت للثمر لأنه فيه معنى التنكير. وكذلك فوق الشجر نفس الكلام. تمام. قال ولا بد للظروف والمجرورات بالحروف الأصلية من عامل ويسمى المتعلق، ثم تارة يكون مذكورا وتارة يكون محذوفا، والمحذوف تارة يكون عاما وتارة يكون خاصا، والمحذوف تارة يكون واجبا وتارة يكون جائزا. يعني خلينا بداية نؤسس فكرة أن الظرف أو الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بعامل. لا بد أن يتعلق بعامل. يتعلق يعني يرتبط بعامل، ويكون هذا العامل هو الذي أثر فيه. تمام. هذا العامل لكي نفهم يعني تفصيل الشرح، عامل الظرف والجار والمجرور. إما أن يكون عاما أو يسمى كونا عاما، وإما أن يكون خاصا. يبقى عام أو إيه أو خاص. العام أو الكون العام اللي هو مطلق الوجود، يعني يعبر عنه بالكون كان وجد استقر حصل ثبت، يعني كلها عبارات المراد بها وجود الشيء فقط. الخاص اللي هو الأمور الخاصة، يعني الوجود على بصفة خاصة مثل مثلا الأكل الشرب الوقوف الجلوس النوم القراءة المشي وهكذا، هذه كلها أكوان خاصة، يعني لأن وجود على حالة خاصة. إذا كان كونا عاما، إذا كان عامل الظرف كونا عاما فإنه يكون واجب الحذف. واجب الحذف. الحذف. وذلك يتحقق في أربعة مواضع. الخبر والحال والنعت و صلة الموصول. صلة الموصول لاسمي طبعا. تمام. يبقى إذن الخبر والحال والنعت وصلة الموصول. إذا جاءني الظرف أو الجار والمجرور في موقع الخبر أو في موقع الحال أو في موقع النعت أو في موقع صلة الموصول، فحينئذ نقول إنه متعلق بكون عام محذوف وجوبا. مثلا زيد في الدار. زيد مبتدأ، في الدار خبر. طبعا يمكن أن أقول يعني على المسامحة يعني أو تيسيرا أقول في الدار شبه جملة في محل رفع خبر. والتحقيق أن أقول إن شبه الجملة اللي هي في الدار متعلقة بكون محذوف. تقديره كائن، تقديره استقر. خبر عن المبتدأ. كذلك الحال، إذا قلت مثلا رأيت الطائرة أو تسير الطائرة بين السحاب مثلا.
أو رأيت الطائرة بين السحاب، رأيت العصفورة على الشجرة. إذا كانت رأى بصرية يعني، فعلى الشجرة يعني كائنا موجودا. فهذه حال. وكذلك النعت، وكذلك صلة الموصول، أعجبني الذي عندك. فعندك هذا ظرف وقع صلة الموصول، فهو متعلق محذوف، الذي استقر عندك أو الذي ثبت عندك. تمام. إذن في هذه المواضع الأربعة يكون العامل كونا عاما واجب الحذف. في غير ذلك يكون الكون العامل كونا خاصا. والكون الخاص قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا. مذكور أو محذوف. وحذفه قد يكون جائزا وهذا هو الأكثر، وقد يكون واجبا. يبقى الكون الخاص العامل إذا كان كونا خاصا فقد يكون مذكورا وهذا كثير جدا، وقد يكون محذوفا، وحذفه قد يكون جائزا إذا دل عليه دليل، وقد يكون واجبا إذا جاء عوض عنه كما سيمثل. تفضل. تمام. يقول المصنف رحمه الله: فإن كان عاما واجب الحذف سمي الظرف مستقرا لاستقرار الضمير. سمي الظرف مستقرا. مستقرا، نعم. مستقرا. سمي الظرف مستقرا لاستقرار الضمير فيه، وذلك في مواضع منها الظرف والجار والمجرور إذا وقع صلة نحو جاء الذي عندك أو في الدار، أو خبرا نحو الحمد لله والركب أسفل منكم، أو صفة نحو مررت برجل عندك أو في الدار، أو حالا نحو جاء زيد على الفرس أو فوق الناقة. وإن كان خاصا سمي لغوا لإلغائه عن الضمير، سواء ذكر المتعلق به نحو صليت عند زيد في المسجد، أم حذف وجوبا نحو يوم الخميس صمت فيه، أم جوازا نحو يوم الجمعة جوابا لمن قال متى قدمت والله أعلم. تمام. إذن يقول: إن كان عاما، إن كان المتعلق عاما يعني كونا عاما، واجب الحذف ولا يكون إلا كذلك. سمي الظرف مستقرا. نعم. مستقر اسم مكان، يعني مكان استقرار. طيب ما الذي استقر في هذا المكان؟ نعم. الذي استقر في هذا المكان الضمير. فحينما أقول قال لاستقرار الضمير فيه، نعم، وذلك في مواضع مثلا منها الظرف والجر والمجرور إذا وقع صلة نحو جاء الذي عندك. نعم. حينما أقول جاء الذي عندك وأقول التقدير جاء الذي مثلا كان عندك، نعم، أو ثبت عندك أو وجد عندك أو حصل عندك أو استقر عندك، كلها، نعم، عبارات يعني عن الكون العام. فإن هذا اللفظ، هذا الفعل الذي قدرناه له فاعل. نعم. فلما حذفنا الفعل وتنسيناه انتقل الفاعل اللي هو ضمير. نعم. وسكن واستقر في الظرف. نعم. فصار الظرف مستقرا للضمير. ومن هنا، لأن هذا الظرف صار مستقرا للضمير، من هنا ذهب بعض النحاة إلى عدم الاعتداد بالعامل المحذوف. نعم. ويقول شبه الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب مباشرة. وذهب بعضهم إلى الاعتداد به وتقديره، فيجعل الظرف متعلقا، ينص على أنه متعلق بكذا، وهذا المحذوف هو الصلة. وكذلك جاء الذي في الدار. في الدار جر ومجرور استقر فيهما الضمير. أو خبرا نحو الحمد لله، يعني الحمد كائن لله، الحمد ثابت لله. كائن هذه اللي هو وصف، أو يكون اللي هو فعل له فاعل، هذا الفاعل ضمير مستتر. نعم. لما حذف العامل انتقل الضمير المستتر واستقر في الجار والمجرور. نعم. تمام. وكذلك في قوله تعالى والركب أسفل منكم. نعم. الركب مبتدأ، وأسفل لا نقول أسفل يعني في التحقيق، لا نقول أسفل خبر مباشرة وإلا، نعم، لكان مرفوعا، إنما هو ظرف. نعم. وعامله محذوف، والركب يعني، نعم، موجود أو كائن أسفل منكم. نعم. فهو ظرف لهذا الكون المحذوف، ولكن لما حذف العامل استقر الضمير فيه في هذا الظرف.
فهذا الظرف إذا أردنا أن نعربه إما أن نقول أنه متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، أو نقول أن هذا الظرف شبه جملة، نقول هذا ظرف منصوب وشبه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ. نعم. تمام؟ أو صفة مثل مررت برجل عندك أو في الدار. نعم. مررت برجل عندك، يبقى هنا نعت لرجل، هذا الظرف نعت لرجل أو شبه الجملة نعت لرجل، وفي الأصل مررت برجل كائن عندك أو يكون عندك أو في الدار نفس القصة. يبقى هذا النوع اللي هو عامله كون عام محذوف وجوبا يسمى مستقرا، هذا النوع يسمى مستقرا اللي هو ما مثلناه هنا، هذا مستقر هكذا بفتح إيه القاف. نعم. أما النوع الآخر اللي هو عامله كون خاص هذا يسمى لغوا. نعم. لغو يعني إيه لغو؟ يعني ملغى، يعني لأن الضمير لم يستقر فيه، لم يسكن فيه. فيسمى لأجل هذا لغوا، قال لإلغائه عن الضمير. نعم. فالضمير موجود في عامله لأن العامل منظور إليه ومعتبر. فقال وإن كان خاصا سمي لغوا للغاية عن ضمير سواء ذكر المتعلق نحو صليت عند زيد في المسجد، فعند هذا ظرف متعلق بصلى. نعم. وفي المسجد جر ومجرور يتعلقان بصلى أيضا، يبقى الظرف يتعلق بالفعل والجر والمجرور يتعلقان بالفعل. أم حذف وجوبا. نعم. ممكن الكون الخاص هذا يحذف وجوبا نحو يوم الخميس صمت فيه. لماذا حذف وجوبا؟ لأن يعني هو أصل التركيب صمت يوم الخميس صمت فيه. نعم. ثم حذف الفعل صام الأول هذا لأنه فسر بالجملة التفسيرية صمت فيه. نعم. وهذه الجملة كالعوض من الجملة الأولى، ولا يجمع بين المفسر والمفسر هنا لأنه كالعوض منه، فلا يجمع بين العوض والمعوض عنه. نعم. فلذلك كان الحذف واجبا. أم حذف جوازا. نعم. والحذف الجائز هذا يخضع للقاعدة العامة التي أشار إليها ابن مالك رحمه الله تعالى، فقال وحذف ما يعلم جائز. نعم. يعني يجوز حذفه إن دل عليه دليل، كما في قولك مثلا يوم الجمعة جوابا لمن قال متى قدمت متى قدمت. نعم. فتقول يوم الجمعة، هو سألك متى قدمت، فأنت يعني هو يعرف الـ الـ العامل. نعم. فتقول يوم الجمعة يعني قدمت يوم الجمعة. نعم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. نعم. حقيقة أنا عاجز عن يعني كلمات الشكر للأستاذ الدكتور تامر الأنيس على تعبه ومجهوده الكبير حقيقة في هذا الموسم والموسم الفائت في تبسيط اللغة لعموم المشاهدين، كل شكر والتقدير في الحقيقة في ختام هذا المجلس في الحلقة الأخيرة من مجلس العلم لقسم اللغة العربية لصاحب الفضل بعد فضل الله سبحانه وتعالى أولا الذي يعطي ولا ينتظر أي شيء إلا أن يحسب له الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أستاذ دكتور تامر أنيس، هل من كلمة تريد أن تختم بها؟ نعم. نحن أولا نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم. أمين. وأن يجزينا عنه في الآخرة خير الجزاء. اللهم آمين. وأسأله تعالى أن ينفعنا جميعا. نعم. بهذا المتن المبارك. آمين. وأن يعيننا على طلب العلم. وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا. اللهم آمين. والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يجعل طلب العلم في موازين حسناتنا. نعم. جميعا. آمين. نسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. آمين. وأن ينفعنا. آمين. بما علمنا. آمين. وأوصي نفسي وأوصي إخواني المشاهدين أن يهتموا ويعطوا بعض الوقت. نعم. لهذه اللغة الشريفة. نعم. التي شرفها الله عز وجل بأن جعلها لغة كتابه العزيز ولغة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويعني لا نستطيع نحن العرب والمسلمين. نعم. أن ننهض بأمتنا ما لم تنهض لغتنا. نعم.
وما لم تقوى هذه اللغة وما لم نعتز بها. شعورنا تجاه هذه اللغة ينبغي أن يكون شعورا إيجابيا، أن يكون شعورا بالعزة والحب. ويعني أنا أعلم أنه كثير من الناس قد يستثقل يعني طلب العلم عموما وعلوم اللغة خصوصا، ولكن ليس المطلوب من كل الناس أن يصيروا علماء في اللغة. ليس هذا هو المراد، إنما على الأقل تحصيل الحد مجرد الاهتمام وتحصيل بعض المبادئ العلوم اللغوية. هذا يعني يظهر حب الإنسان لكتاب ربه عز وجل، ووعيه أيضا بقيمة اللغة في فهمه للقرآن العزيز وفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني ختاما نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ويعني استودعكم الله وأسأل الله تعالى أن يبارك. اللهم أمين. اللهم أمين. أصلا يبارك في عمرك جميعا في أوقاتنا وأعمالنا. اللهم أمين. كل شكر لحضرتك دكتور تامر، كل شكر وتقدير لإدارة قناة الندى الفضائية التي يعني يسرت لنا في الحقيقة هذه الشروح وهذه المتون لتبسيطها لطلبة العلم ولعامة الناس. كل الشكر والتقدير لفريق العمل الذي يقف الآن داخل الكنترول وينسق لنا، ولا زال يسهر لإتمام هذا العمل، الجنود الأخفياء في الحقيقة الذين بذلوا وتعبوا ولا زالوا واقفين حتى الآن لإتمام هذا العمل ولتوصيله للناس. كل الشكر والتقدير للمخرج المبدع العظيم أستاذ أيمن النبراوي، مدير الإنتاج الجميل الأستاذ مصطفى محمود، مشرف الإضاءة الأستاذ وليد، مشرف التصوير أستاذ رامي، أستاذ محمد السويس، أستاذ محمد بخيت، كل فريق العمل. أنا أضم صوتي لصوتك في شكر كل فريق العمل يعني الذين تعبوا وأنا أشاهدهم يعني في ربنا يبارك في عمرك دكتور تامر، ربنا يبارك في أعماركم وقناة الندى يعني. اللهم أمين. شكر الله لكم دكتور تامر أنيس، شكر الله لكم مشاهدينا الكرام، على أن نلقاكم بإذن الله سبحانه وتعالى في كل ما هو جديد وفي كل ما هو نافع للأمة الإسلامية بإذن الله سبحانه وتعالى. دمتم بخير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.